السلام عليكم، معكم وليد صبار لاعب فريق اولمبيك اسفي. بعد المناسبه بغيت نبارك لجميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، رمضان مبارك سعيد. فبالنسبه للايام الايام ديالي ديال الحجر الصحي كدوز كجميع المغاربه ملتزم بالقوانين ديال الحجر الصحي، حتى في رمضان اللي كما كنعرفوا شهر ديال الغفران وشهر ديال العباده. نتمنى من الله ان شاء الله انه يرفع علينا هذا الوباء ونرجع لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. بالنسبة للتدريب، عندنا برنامج تدريبي كناخدو عن الفريق ديالنا كل اسبوع، كنشتغلوا اللي في المنازل ديالنا كما كيعرف الجميع عندنا الشغال ديال التدريب التدريب داخل رقعة الملعب وسط الاصدقاء، ماشي بحال المنزل كتريني بوحدك فصعيبة شوية. ولكن كل مرة خصنا نفيقوا ونكونوا بوزيتيف في الحياة، أننا كل سيمانة جاية نقولوا غنرجعوا لحياتنا الطبيعية، فلهذا خصنا نشتغلوا كل نهار نهار اكثر واكثر باش نطوروا من راسنا للاحسن. فملي نرجع للكومبيتيسيون ان شاء الله نلقاو راسنا قرابين للكومبيتيسيون ونحاولوا نيفيتيو لي بليسير ان شاء بزاف الله. وتكون قريب. ان شاء الله فورم ديالك ان شاء الله. النصيحة ديالي للمغاربة فهي التزموا البيوت ديالنا، احنا في باطو واحد، ما بغينا نخسروا حتى شي واحد من هنا لقدام. فكنظن اننا غاديين في لو بون شومان. كما كيعرف الجميع ان دابا كنسمعوا الاخبار بانه عدد المتعافون غادوا كترتفع والمصابون غادوا كتقلص، فهي نتيجة ايجابية. الشعب واعي وحاس بالمسؤولية، فنتمنى ان شاء الله الله اننا نزيدو نصبروا اكثر، ما بقى قد ما فات، ونتمنى ان ندعي الله ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعية. من هذا المنبر بغيت نشكر موقع مينارا بوايما على الاستضافة، ان خلاتهم المغاربه يتقربوا مني اكثر ويعرفوا شنو كندير في الحجر الصحي. فكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة وبالسلامة وبطول العمر ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله ان الله يرفع علينا هذا الوباء هذا وما بقى قد ما فات ان شاء الله. شكرا لكم.